اهلا بك يا كابتن محمود، منورنا في موقع في الجول وباستضافه فود جينكس. حبيبي يا حامد، منور بوجودك وانا مبسوط ان انا معاكم. شرف لينا طبعا. في البدايه عايزين نعرف كابتن محمود عبد الحكيم دلوقتي فين؟ يمكن انا في نادي اسمه الي ايجيبت. النادي ده هيبقى حاجه كبيره جدا فيما بعد، يعني السنه دي تقريبا هم بيلعبوا درجه رابعه وصعدوا في دوري ترقي، وهم فرقه اعمارها صغيره، كان انا الوحيد اللي كبير. انا موجود معاهم كاسم، يعني مش موضوع مشاركه او بتاع، بس هو النادي ده فيما بعد هيبقى حاجه كبيره جدا. يعني يمكن هو صاحب النادي او رئيس النادي محمد علاء، مستر محمد علاء، اللي هو كان ليه تجربه مع نادي كوكاكولا وصعد بيهم، بعد كده فيوتشر خده. بصراحه الراجل محترم جدا وعايز يعمل حاجه جديده وعايز يعمل حاجه محترمه يعني. طب انت بتفكر بقى تروح في كارير التدريب ولا لسه؟ هو كده كده انا كنت واخد قرار ان انا يعني خلاص كنت بطلت كوره وكنت داخل في المجال، يمكن اخدت دورات تدريبيه. بس انا تربطني بالراجل صداقه يعني، وحتى المدير الفني تربطني بصداقه، فهم قالوا لي عايزينك تبقى معانا السنه دي يعني كدعايه يعني، وانا حبيت الفكره. هم ناس محترمه جدا عشان اعرفهم من زمان، وناس محترمه بجد يعني وناس بتشتغل بجد، انا بحب الناس ديت يعني. فقلت خلاص هجرب السنه دي معاهم، والسنه الجايه ان شاء الله ليا وجود في النادي يعني. بس يعني مش عارف هيبقى فني او اداري يعني، لسه ما قررتش. هم الناس سايبينها لي يعني، قالوا لي فكر انت تختار يعني. اختار. طب انت طبعا لعبت في انديه كبيره، طب شايف الاختلافات بين الدرجه الاولى والثانيه والرابعه؟ بص، كل ما تنزل اللعب اصعب. بص، الدوري الممتاز بيبقى فيه مساحات اكتر، بيبقى فيه تنظيم اكتر، فاللعب بيبقى سهل للاعيب الكوره. تمام. كل ما بتنزل بتلاقي اللعب مش متظبط اكتر، مفيش مساحات، في عشوائيه شويه في اللعب، فاهم؟ فبالنسبه للاعيب الكوره بيبقى اللعب ده صعب. هل في الدرجه الثالثه او الرابعه والتانية بيبقى في لعيبه اصلا شايف القيمه الفنيه بتاعتهم بتبقى كويسه من الدوري الممتاز؟ كويس ان انت سالت السؤال ده حامد، لان السؤال ده مهم جدا. خلي بالك، بص، مصر دي من اكتر دول العالم فيها لعيبه كويسه شباب، بس الناس ما بقتش تدور على اللعيب الكويس، الناس عايزه ناس جاهزه. انا بقول ان الدرجه الاولى والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه فيها مواهب مش موجوده في الدوري الممتاز كتيره جدا، وبدليل ان كل سنه سنتين بيطلع لنا لعيب من تحت يكسر الدنيا. ده حقيقه. تمام. فالناس زمان كانت بتدور، فعشان كده كان في مواهب كتير جدا. دلوقتي ما بقاش حد يدور وما بقاش حد فاضي للكلام ده، وديت خلي بالك سبب كبير جدا ان احنا انت بتقول دلوقتي المواهب، لا، هو ما بقاش حد يدور، سبب ان انت ما بقاش في مواهب كتير. الناس زمان كانت بتدور على الناس وتقعد في، كان في دورات وفي مش عارف، دلوقتي ما فيش الكلام دوت. وانا شايف، انا من وجهه نظري، ان موضوع الاكاديميات اللي بقى يحصل في مصر ده سبب كبير في اللي احنا فيه دلوقتي. يعني الناس بتستفاد من الاكاديميات ماديا، لكن معظم الناس ما بتفتش الولاد الصغيره بحاجه. زمان كانت بتبقى الولاد بتلعب في الشوارع والمدارس والدورات، فكنت انت وفي ناس بتروح تتفرج على الكلام ده، فبتاخد المواهب وانت ما بتبقاش مستفاد حاجه. انت عايزه يطلع ولد كويس يفيد مصر، يفيد نادي هو بيحبه، فاهم؟ دلوقتي ما بقاش في الكلام ده. تمام. انت شايف هل لاعب الخماسي يقدر يلعب اللي هو ال11؟ بص، مش شرط، بس هي دي لعبه ودي لعبه تاني خالص، خلي بالك يعني هم ما لهمش علاقه ببعض خالص. الخماسي كله تكتيك مش مهاره، حتى في اوروبا دلوقتي كده ما اعتمدوش على المهاره في الخماسي، التكتيك يكسب، ان اللي بيدافع كويس بيكسب في الخماسي، فاهم؟ طب ايه الاختلاف بين الخماسي هنا وبره؟ الخماسي انت لو وقفت ثانيه تخسر فرقتك، لو وقفت ثانيه، لو واحد وقف من الاربعه ثانيه او ما ركزش يخسر فرقته. هي لعبه صعبه جدا، وخلي بالك انا يعني الناس كانت فاكره عشان انا بلعب خماسي، انا خلي بالك ما كنتش بحب الخماسي قوي يعني. انا بالنسبه لي الملعب الكبير افضل بكتير، افضل من الخماسي. الخماسي متعب جدا يا حمد، جدا. بس برضو عايز ارجع واقول لك ان اللعبه دي في مصر ممكن تحقق نجاحات كبيره جدا، وممكن توصل لحاجه بعيده جدا لو الناس اهتموا بيها.